في ديرانة طلبة الحقوق النساء على المستوى الوطني اللي تحتنا هذه الفرصة باش نهضروا على المعاناة ديال النساء اللي أكثر تضررا بالحرى خاصة بالنسبة لجهة درعا تافيلات. بداية غادي نبدأ أنا كالحالة اللي عشتها في الفترة ديال الزلزال، في حقيقة حالة مرعبة صعيب أن الواحد يتصورها لحدود ساعة مجرد أن نشت الفيديو اللي دارون البنات على المستوى هذا اللقاء. هذا تأثرت كثيرا واسترجعت ذاك الذكرى الأليمة لأني عشتها برعب، كنا غنكونوا ضحايا كاملين أنا وليداتي والوالدين كنا كبار. يعني أول مرة كنشوفوا هذه الظاهرة رغم أن ارتزت هي بعض المرات بؤرة للزلازل، ولكن هذه المرة كانت أعنف وكانت قوية. غادي نرجع واحد المسألة أساسية بأن النساء في هذه الجهة هي أكثر تضررا. علاش؟ سيتو على مستوى الدواوير تتلقى أن الرجال كيهاجروا المدينة وكيخليوا النساء في الدواوير بوحدهم في الدار وكيعانيوا أصلا وكيعيشوا واحد الهشاشة واحد الكارثة اللي اقتصادية اجتماعية إلى غير ذلك. وهذا الهجر هذا وهذا النساء الرجال اللي تيمشيو تيخلوا هاد النساء اللي كيعانيوا في الدوار، جا الزلزال كمل عليهم، يعني جا الاوضاع اكثر هشاشه بحكم ان البنيه التحتيه ديال هاد الدواوير مزريه، بحكم ان حتى على مستوى البنيه ديال الدور ديال الطرا وهذا راه حتى هي اكثر هشاشه، يعني والزلزال زاد كمل عليهم. وهذا عنده تاثير قوي، هذا عنده تاثير قوي على الحاله الاقتصاديه ديالهم بالاساس، لان اصلا كان الفقر هشاشه. وملي جا الزلزال يعني كتشوف المراه ان دوك البهيمات اللي عندها وهذوك المواشي اللي كتعتمد عليهم على المستوى الاقتصاد ديالها مشاو، وكتشوف الديور انهم مشاو.